أبطال رابعة ابتدائي، أهلا بيكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو النص المعلوماتي دليل إعادة التدوير. في الدرس ده هنتعلم معلومات عمرنا ما سمعناها عنها قبل كده، حتى أولياء الأمور والمدرسين ما يعرفوهاش، والدليل على ذلك هتشوف دلوقتي. واللي عارف المعلومات دي قبل كده يقول لي في التعليقات إن هو كان عارفها. في ابحث عن أحد المنتجات الزجاجية أو البلاستيكية أو الورقية في البيئة من حولك، وتفقد العلامات التي عليها، ثم ارسمها وفكر في سبب وجودها على المنتج وما تدل عليه. لو جبت إزازة مية وقلبتها كده هتلاقي فيها علامة من تحت، تعرف دي معناها إيه؟ هنعرف دلوقتي معناها إيه. النشاط ده استخرج من المعجم معاني الكلمات الآتية ثم ضعها في جملة، دي هنحلها بعد ما ناخد النص. دليل إعادة التدوير مهم جدا جدا جدا. إن رموز إعادة التدوير المختومة على المواد البلاستيكية والزجاجة والورق تعني الكثير، فعندما ترى أحدها استخدم الدليل التالي لتضمن إعادة تدوير المنتج أو تتخلص منه بشكل صحيح. رموز يعني إيه؟ علامات، العلامات اللي موجودة. استخدم الدليل ده الإيه؟ اللي هي النشرة المرفقة اللي هي بتدل على شيء معين، لتضمن إعادة تدوير. يعني إيه؟ لتتأكد. كلمة تضمن يعني تتأكد. تعال نشوف. أول حاجة نتكلم عن البلاستيك. العلامات اللي موجودة على زجاجات البلاستيك، العلامة الأولانية دي اللي هي بيبقى سهم وجواها واحد وتحتها مكتوب بي إي تي إي، هو آمن وقابل للتدوير. يعني إيه قابل للتدوير؟ يعني نقدر نعيد تصنيعه، يعني نحطه في المفرمة يتفرم تاني ويتعمل من جديد. ده العلامة دي بتبقى معناها ايه؟ بيستخدم في علب الماء والعصير والمشروبات الغازية زي الكولا والبيبسي والحاجات دي. ولكن ينبغي يعني يجب علينا ايه بقى؟ ولكن ينبغي الحذر من تكرار استخدامه، نظر لانه مصنوع من مادة ليستخدم مرة واحدة فقط ويصبح ساما ما عاد تعبئته مجددا. يا نهار ابيض، يعني الازازة اللي عليها العلامة دي ما ينفعش ان انا املاها تاني ميه واستخدمها تاني، ده خطر جدا خطر جدا. هي ممكن نعيد تدويرها، يعني نفرمها وطبعا بيتحط عليها مواد تانية وتقدر وتتعمل ازازه جديده، لكن انا كشخص ما استخدمهاش تاني. يعني ما ينفعش اجيب ازازه بيبسي مثلا بلاستيك وبعد ما بتخلص استخدمها في ان انا املاها ميه واستعملها، دي سامه جدا، خطر جدا. فعشان كده بص على العلامة اللي تحت في الإزازة اللي هتشوف النوع دوت فيه عادة في إزازات البيبسي والحاجات دي كلها. العلامة التانية المثلث قدامه اتنين وتحتيه اتش دي بي اي، ده معناه ايه؟ هو آمن وقابل للتدوير، يعني نقدر نعيد تدويره ماشي. بيستخدم في علب الشامبو والمنظفات ويتم إعادة تصنيعه بكثرة، نعيد تصنيعه من جديد ما فيش مشكلة، بس ايه؟ نشرب فيه؟ نستعمله تاني؟ لا. نقدر نحط فيه نخزن فيه حاجة منظفات ما فيش مشكلة، لكن ما يستخدمش في الشرب ولا غيره طبعا. تمام، هو آمن وقابل للتدوير، نقدر نعيد تدويره من جديد. طيب العلامة التالتة اللي هي مثلث وتلاتة وتحتيه في، ده يستخدم في صناعة مواسير الصرف الصحي وبعض لعب الأطفال، وهو من ارخص انواع البلاستيك. ياه حلوه دي، يعني لو لقيت العلامه دي معناها ان البلاستيك ده رخيص، محدش يضحك عليا بقى. وهو من ارخص انواع البلاستيك ولذا يستخدم بكثره، وينبغي تجنب استخدام هذا النوع من البلاستيك مع الاطعمه لانه ضار وسام ولا يعاد تدويره. يعني كمان ما اقدرش افرمه واعمله واستخدمه تاني، لا، وما اقدرش ان انا احط فيه اكل. خلي بالنا النوع ده بيستخدم في مواسير الصرف الصحي وبعض لعب الاطفال اللي هي مثلا زي العجل والحاجات الالعاب دي، مفيش مشكله استعملها بس بشرط ما احطش فيها اكل لانه ضار وسام ولا يعاد تدويره، ده ما بيستخدمش في التدوير خالص. يبقى العلامه الاولانيه واحد وتحتها بي اي تي، ده ان هو قابل للتدوير بيستخدم مره واحده بس. اتنين واتش دي بي اي، آمن وقابل للتدوير، ده بنستخدمه في المنظفات. 3 وفي، ده بيستخدم في وسائل الصرف الصحي ولعب الأطفال ولا يمكن إعادة تدويره وما بنستخدموش في الأكل خالص. طيب 4 و ال دي بي اي، هي عادة الرقم لو تحفظوا الرقم عشان برضو ما تبقاش صعب عليكم.
لا يصلح للاستخدام وقابل للتدوير، يستخدم في صنع علب الشطائر واكياس التصوير، اللي هو الاكياس البلاستيك اللي احنا بنشتريها وبنقعد نستخدمها مره واتنين وتلاته، يستخدم في علب الشطار واكياس التسويق، ولا لا يصلح للاستخدام مقابل للتدوير. تمام، ما ينفعش نقعد نستخدمه كتير، وطبعا مش صحي قوي. طيب رقم خمسة، بي بي، يعد من افضل انواع البلاستيك واكثرها امنا، فهو يتحمل الحراره ولا يتفاعل مع الاطعمه، يستخدم في صناعه حوافظ الطعام اللي هو اللانش بوكس والصحون وعلب الأدوية وكل ما يتعلق بالطعام، ولكن إعادة تصنيعه قليلة وليست منتشرة. ليه بقى؟ حد يقول لي ليه إعادة تصنيعه قليلة وليست منتشرة؟ لأنه أصلا بنستخدمه فترة طويلة، يعني بيقعد معانا ما بقاش فيه هدر كتير. يعد من أفضل أنواع البلاستيك وأكثرها أمنا، فهو يتحمل الحرارة ولا يتفاعل مع الأطعمة، ويستخدم في صناعة حافظ الطعام والصحون وعلب الأطفال الأدوية وكل ما يتعلق بالطعام. يبقى 5 بي بي ده أأمن حاجة. ال 6 بي 5 أو 6 بي 5 دي يعد خطر وغير آمن. قد ينقل مواد خطيرة من البلاستيك للأطعمة والأشربة. يستخدم في أكواب القهوة والشاي التي تقدم بمطاعم الوجبات السريعة، وإعادة تصنيعه شائعة. خطر جدا. يعني تخيل بقى العلبة البلاستيك اللي انت بتاخدها دي عشان تشرب فيها قهوة فيه وانت ماشي كده معدي ولا حاجة سريعة، دي خطر، يعد خطر وغير آمن. قد ينقل مواد خطيرة من البلاستيك للأطعمة والأشربة. يستخدم في أكواب القهوة والشاي تقدم بمطاعم الوجبات السريعة، وإعادة تصنيعه إيه؟ شائعة. يعني إيه شائعة؟ يعني إيه منتشرة كتير. بترمي انت الكوباية من هنا، تتاخد تروح على الزبالة، تتعمل إعادة تصنيع من جديد وترجع لك تاني إن شاء الله. طب 7 أو 7 وتحتيها أذر، كلمة أذر، لا يقع هذا النوع تحت أي تصنيف من الأنواع الستة السابقة، وقد يكون عبارة عن خليط منها، ولا تزال هذه المادة مجالا للجدل للنقاش بين الأوساط العلمية. يعني برضو فيها إيه؟ خطر. طب أنت بتحط ده على ده على ده، ما تعرفنا بقى إيه اللي هيحصل، مجالا للجدل للنقاش. فهذه العلامات اللي احنا شفناها دي، العلامات السبعة دي، اقل الاكثر امانا اللي هو رقم خمسة بي بي، اكثر امان وتقدر تستخدمها كذا مرة. فهذه العلامات هي دليل الانسان للحفاظ على صحته وصحة البيئة من حوله، واعادة بناء بيئة خضراء نظيفة خالية من النفايات. مهم جدا يا ولادنا ان احنا نخلي بالنا من العلامات الموجودة على العلب والحاجات اللي احنا بنستخدمها، عشان نعرف دي حاجة كويسة ولا حاجة مش كويسة. طبعا ولأولياء الأمور، أدينا بعيد عن اللغة العربية احنا استفدنا استفادة كبيرة جدا. طب تعالى ناخد تدريبات مهمة جدا عشان نأكد على العلامات بتاعتنا. علامة النوع السابع اللي هو 7 ومكتوب على أزر دي، معناها ايه؟ طبعا لا يقع تحت أي تصنيف من التصنيفات، لا يقع تحت أي تصنيف من ايه؟ التصنيفات. علامة النوع الثالث، نرجعها تاني، 3، علامة النوع الثالث ده ايه؟ يستخدم في صناعة مواسير الصرف الصحي ولعب الأطفال، ولا طبعا ده ايه؟ بص كده، يتحمل حرارة لا، آمن وقابل للتدوير لا، خطير وغير آمن ويستخدم في لا، ضار وسام ويستخدم في مواسير السباكة والستائر. تمام، ضار وسام علامة رقم 3. علامة النوع الأول طبعا ده بنستخدمه فين؟ بنستخدمه في طبعا ده آمن وقابل للتدوير ويستخدم في علب الماء والعصير. علامة النوع الخامس رقم 5 البي بي، طبعا ده آمن وقابل للتدوير وبنستخدمه في فين؟ يتحمل الحرارة العالية ولا يتفاعل مع الأطعمة. علامة النوع الثاني 2، افتكروا معايا اهو، هو آمن وقابل للتدوير، يستخدم في علب الشامبو والمنظفات. رقم 2، علامة رقم 2. علامة النوع السادس، النوع السادس نفكركم بيه، النوع السادس اهو، يعد خطر وغير آمن، قد ينقل مواد خطيرة من البلاستيك للأطعمة. ده طبعا وده بيستخدموه فين؟ في اكواب القهوه والشاي في المطاعم
المطاعم طبعا. علامة النوع الرابع أربعة، أربعة افتكر معايا أربعة أهو، لا يصلح للاستخدام وقابل للتدوير ويستخدم في صنع الأكياس البلاستيك، أكياس البلاستيك الخطر جدا أهو، قابل للتدوير ويستخدم في أكياس التصوير. بعد قراءتك للنص أجب على الأسئلة التالية: ما أهمية رموز إعادة التدوير؟ أهميتها إيه طبعا؟ أهميتها طبعا إنها توضح لنا المعلومات عن أنواع البلاستيك وما إذا كانت صالحة للتدوير أم لا. أي من الأنواع السبعة المذكورة في النص يعد خطيرا وضارا؟ طبعا خطيرا وضارا إحنا قلنا رقم كام؟ افتكر أهو، رقم خطيرا وضارا جدا رقم ستة، خطير جدا، وكمان رقم ثلاثة أقل منه، تمام؟ رقم ستة ورقم ثلاثة خطيرين، لكن رقم ستة أكثر خطورة. أي من أنواع البلاستيك يعتبر الأكثر أمانا ولماذا؟ رقم خمسة. ليه بقى؟ لأنه لا يتفاعل مع الطعام. استخرج من النص جمع مشروب، طبعا مشروب جماعة إيه؟ مشروبات مضاد ضار، طبعا نافع مرادف يعتبر، ومفرد مواد مرادف يعتبر، طبعا مرادف يعتبر ايه؟ يعد، يعد مفرد مواد مادة. أمامك مواقف منها المفيد ومنها الضار للبيئة، اقرأ ثم ضع حرف ميم أمام المفيد وضاد أمام الضار. الكتابة على وجهي الورقة، طبعا ده حاجة مفيدة. ليه؟ لأن أنت بتستخدم الناحية التانية من الورقة. الفصل بين بقايا الطعام والأوراق في سلة المهملات، ده حاجة طبعا مفيدة. عدم الاهتمام بالرقم الموجود على الزجاجة البلاستيكية، لا خطر طبعا، لازم اهتم بالرقم الموجود على الزجاجة البلاستيكية عشان اعرف استخدمها صح. استخدام العديد من الاكياس البلاستيكية عند التسوق، استخدام العديد من الاكياس البلاستيكية عند التسوق طبعا دي حاجة مفيدة، ان انا بحط كل طعام في نوع بلاستيك مختلف، تمام؟ طيب تعالى نحل النشاط بتاع معاني الكلمات زي ما احنا اتفقنا. رموز يعني ايه؟ علامات. توجد رموز على زجاجات البلاستيك، دي جملة. دليل، دليل اللي هو ايه؟ نشرة توضيحية، معناها نشرة توضيحية للقارئ، تمام؟ يعد، تعد النشرة الموجودة في علب الأدوية دليل المستخدم. تضمن، تضمن يعني ايه تضمن؟ تضمن يعني ايه؟ تتأكد، لابد أن تضمن أن الزجاجة المستعملة يمكن ايه؟ يمكن استعمالها مرة أخرى. قابل يعني يمكن ايه؟ قابل يعني يمكن ايه؟ يمكن إعادة استخدامه. بعض زجاجات البلاستيك قابلة لإعادة الاستخدام. ينبغي يعني ايه؟ يجب، ينبغي علينا الحفاظ على المياه. شائعة يعني منتشرة. كثير من أنواع البلاستيك الضارة شائعة جدا، زي رقم كام؟ زي رقم ستة كده. جدل يعني ايه؟ نقاش. يوجد جدل واسع بخصوص البلاستيك رقم سبعة. وبكده نكون خلصنا دليل إعادة التدوير، درس مفيد جدا ولازم نعرف دي كويس قوي. ممكن ما يجيلكش منها أسئلة في الامتحان من ناحية المعلومات، لكن دي استفادة شخصية ليك أنت. بتمنى لك كل التوفيق وأشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم. باي باي.